كان من عند الاخنانه، كان احنا عندنا مناشر وابوي كان عنده مناشر يعني، وعمامي وجدي يعني وجد جدي كان كلياتنا عندنا مناشر وعندنا رزق الحمد لله. تأزمت الظروف ونزحنا من ريف حلب الغربي وطلعنا يعني تهجرنا لمنطقه بزيعه. يعني بركنا في بزيعه فتره وصلنا نتنور وين في مناشر وين في شيء يعني شيء بخص مصلحتنا نحن يعني مثلا. صرنا نتنور انه اكتشفنا انه اهل مدينه بزيعه انه في عندهم هالمصلحه وبيشتغلوا في هالمصلحه يعني. صرنا نتنور انه مثلا تصدير اللوين ايش شغلهم، ايش اللي عم يقصوه، ايش هو مثلا نوع الحجر اللي عم يقصوه، لوين عم يصدروه. اكتشفنا بالاخير انه تصديرهم كله بس لمنبش انه مقطع محدده، انه كان مثلا هلا بالنسبه نحن لريف حلب الغربي كان تصديرنا لبرا يعني، كنا نصدر لبرا انواع الحجر المشكله يعني. على مثلا على الخليج، على قطر، على دبي، يعني مناطق كنا نصدر نحن كثير حجر لبرا. جينا لهون لمنطقه بزيعه انه التصدير ما في طاول نهائيا، يعني صفت منطقه محدوده بس انه بس مثلا لمنبج للرقه للحسكه للطبقه للقامشلي، يعني المنطقه محدده بس ما اكثر ولا اقل. جينا استاجرنا منشره والحمد لله الله كرمنا وصلنا نشتغل يعني الحمد لله. هلا بالنسبه للشغل فرق كثير. اليوم مثلا الريف الغربي كنا نصدر لبرا، مثلا في عندك السوري، في عندك مثلا 70 ب 40، 80 ب 40، 60 ب 40، 60 ب 30، يعني كان في تصدير لبرا كثير يعني. اجينا هون ما بقى في تصدير لبرا، يعني اجباري بده يفرق معنا الشغل، الانتاج فرق كثير. اليوم مشاريع هون مثلا المشرحه اللي هون عم اشتغل عليها مو مثل مثلا المناشر الغربي. هلا في عندنا هون بالنسبه مثلا الكتل بنجيبهم من حزره، من عفرين، من الدانة، من صرمدة، يعني صرنا نجيب الحجر لانه صار يكلفنا زيادة. يعني اليوم كانت مثلا نقلة العفن تكلفنا 100 صارت تكلفنا 200، يعني صار يكلفنا الدبل. يعني بالبداية أول ما جينا هون يعني قررنا نشتغل يعني بركي إنه واحد بس أنا يصير يشحن لبرا يعني. جينا لهون وحاولنا يعني صعب. اليوم يعني اللي صار يكلفنا الحجر كثير. يعني ما بقى نحسن نصدر لبرا، صرنا اضطرينا إنه نصدر بس لمنطقة المحدودة بس، مثلا لمنبج للحسكه لهدول، يعني صرنا منطقه محدوده يعني غير هيك ما بنحسن نصدر طاول طاول. صرنا نجيب الحجر مثلا من عفرين نجيبه لهون، الابيض، العفني، الحفسرجي، الاسود، الاصفر شغل عفرين، ابرزه، يعني صرنا نجيب حجر من الغربي ونجيبه نقصه لهون، يعني صرنا نكومه ايمت ما اجتنا جاء زبونه، صرنا يعني نبعد شوي شوي مثلا لمنبج لهي المناطق، غير هيك ما صرنا لبعض طاول طاول. صرنا نجيب مثلا الكتل بنجيبهم مثلا شنو بالرافعه نحطهم على المنشار، نشرحهم، نفصلهم، نظبطهم، بعدين نشرحهم سماكه 3، سماكه 4، سماكه 5، حسب الزبون اللي بده يجي مثلا يعطينا الطلبات. صرنا نجيبهم مثلا لهون نحطهم على المنشار، نشرحهم، بعدين نبعثهم على التربيعه يربعهم الطلبات اللي بدنا اياها. بعدين صرنا نجيبهم من التربيعه للجلايات، ومن الجلايات صرنا نجيب طبالي ونحط الحجر ونفرزه. مثلا مثلا الاطوال مثلا من 70 عندنا من 80 توصل ل 160 يعني. صرنا نجيبهم ونجهزهم يعني ونجيب الطبالي ونعبيهم الطبالي ونحزمهم. مثلا هلا في بعض الحجر بيجينا مثلا مكسر ولا مثلا بيجينا احمر، اجباري نضطر نعزله انه مشان ايش؟ مشان نكسب الزبون ما يطفش من عنا. يعني وضع تعبان يعني مو مثل اولي طاول طاول. الشيء اكيد الاختلاف فيه مثلا عندك العفني مثلا بيجي غامق، الابيض بيجي ابيض، الاسود اكيد لونه اسود مثلا، بالنسبه للاصفر يعني في اختلافات كثير كثير، واجباري كل نوع بدك تبرك تعزله وكل قياس تبرك تطالع لحاله. يعني مصلحه تعبه تعبه مي مثل اولي مثلا، يعني كنا اولي مثلا يشتغل بس ابيض انه خلص صار كان تصديرنا لبرا. يعني كنا نصدر حتى كان في عندنا جلاتيه سوري الطول 22 سماكه سنتي عرض 8، يعني كنا نصدره كان في شغل بركه كثير، يعني كان في شغل حركي اكثر من هلا. هلا ما في نهائيا طاول طاول، اللي اثر انتاج ما في. يعني اليوم كان انتاجنا احسن من هلا. كنا نشتغل مثلا ليل نهار مثلا نشتغل، يعني في حركه في شغل، يعني واحد يرغب للشغل. جينا لهون مو منطقه صارفت، منطقه محدوده ما طال تصدير لبرا، الا هيك يعني صرنا نشتغل يعني اويت للثلاثه العصر اويت للاربعه، يعني ما بقى في شيء يرغب انه الواحد يضل متابع ولا يضل شغال. اليوم كان تصدير لبرا حركه.
يعني كان في شغل، كان في بركة بالنسبة للشغل، كان تبعت يعني تبعث لقطر، لدبي، يعني تبعث للدول اللي برا، يعني كان في حركة للسعودية، كان في حركة أكثر من هلا. هلا حركة نهائية نهائية ميتة على الخالص. بالنسبة للغلا، التصدير لبرا، تصدير الغلا قلت لك بالبداية، اليوم التصدير كانت تجينا مثلا النقل بالنسبة للغربي، اليوم عم نطب نحن هول ب 200، بالنسبة لل هلا بالنسبة للأبيض عم نطب ب 450 475 دولار، اليوم بالغربي عم نطب ب 250 عم نطب، يعني ما بقى في انه يعني اليوم بالنسبه مثلا لسياره الشحن، اليوم بجيبها لهون بتكلف، وبحط مثلا للحواجز بيعطيهم مصاري، مثلا للابان، يعني صارت تيجي لهون صارت هو تكلفه ونحن تكلفنا، يعني صرنا هلا احنا يعني نحن لحد الان عم نقص حجر مثلا لهون، بس يعني عم تكلفنا فوق اللي نحن متوقعينه. يعني اليوم مثلا بتجيك بند احمر، بس اجاك بند احمر مثلا انه خلص يعني النقله يا بترسمل يا بتخسر. بالنسبه لحتى يعني اذا حتى اذا اجاك بند مكسر، يعني اويت يعني بالنسبه للغربي يعني حجر احسن من هلا بكثير بكثير، يعني على زمان اول الحجر احسن من هلا بكثير، يعني حتى بالنسبه مثلا قلت لك النقله هنيك عم طبوها ب 200 250، يعني صفى ابو الشحن صار يطبها هنيك احسن ما يجي يتعذب فيها لهون من هنيك لهون. حتى بالنسبه للسيارات التصدير مثلا لبرا، يعني كمان اليوم صارت تكلفتها كثير. اليوم مثلا استتفق انه عم شيل مثلا الطبليه ب 200 ليره سوري، اليوم 3 دولارات و4 دولارات، ويعني يا بيجي يا ما بيجي، يعني هيك صار تصدير يعني لهون بالنسبه للمنطقه خالص تصدير ما في. هلا بالنسبه مثلا للجو بدها 5 أو 6 عمال، وبالنسبه للجلايات حسب كل منشره وجلاياتها، يعني كم منشره مثلا المنشره كم جلاي فيها. هلا نحن بالنسبه هون في عندي منشار وتربيعه وفلاقه و4 جلايات، وفي عامل مثلا بيطلع مثلا برا اذا في حجر مكسر في شغله عشان نرجع نفوت نرجع نعيد عليه نقصه، يعني بحيث يعني انه ما يضل انه مثلا اول باول يتنظف الارض. هلا بالنسبه للجو مثلا المنشار بده 5 عمال 5 أو 6 عمال. بالنسبه مثلا هلا المنشار بده واحد على الرافعه، واحد على المنشار، واثنين على التربيعه، وواحد على الساحه. هذا بالنسبه للجو اللي عندي. مثلا الجلايات عندي 4 جلايات، كل جلاي بدها واحد، 4 عمال بدي على الجلايات، الفلاقه بدها واحد، وبالنسبه للبرا قلت لك كمان بدها عامل انه يوميه بحس اذا في حجر مكسر في شغله عامله انه يفوته اول باول لحقهم، عشان اذا ردنا اذا اجى زبون ما يشوف الحجر مكسر، يعني بس ان اجى زبون وشاف حجر مثلا المنشره ما هي مطبقه ولا الحجر مثلا مكسر، يعني الواحد ما بيرغب ما بيريد يشتري، هيك عم نضطر مثلا اول باول ننظف. هلا بالنسبه للمشهد هون بالنسبه للعمال اصحاب خبره، بس اجباري بدك واحد يضل يطلع عليه هون. هلا في مثلا الحجر انواع، بده يبرك مثلا يقول له مثلا حط بهالمحل حط بهذا المحل، يعني اجباري بدك تضل واقف فوق عملك، الموقف فوق عملك صعب، يعني اليوم عامل بيلزمه مثلا بصير عطل بصير شغله عامله اجباري بدك توقف فوقه، بدك تبرك تطلع على المنشره، لان المنشره بس نعفتها هملتها راحت، يعني خلص بتنكسر اجباري. هيك عم نضطر مثلا اول باول نصلح مثلا تصليحات، العامل بيلزمه شيء بده شغله عامله مثلا وزرات شمنته بيضة، يعني شيء بخص الشغل، يعني اجباري هيك بدنا نضل واحد انه يضل واقف فوق الشغل فوق عمله. يعني هلا بالنسبه للتصدير برا اجباري بده مثلا انه واحد مثلا هلا يكون مثلا في عنده واحد تاجر برا مثلا انه مثلا مثل اخوه مثلا عمه او ابوه او شيء، اذا في لو في حدا برا عنده يعني بيبقى يعني شقد من كان التصدير اهون، بس اليوم عم تشحن مثلا لتجار هنيك، يعني عم تشحن لتجار هنيك، يعني يا بقول لك في مصاري يا ما بقول لك ما في مصاري، لهيك يعني صار صفت بالنسبه لمنطقه تبزع صفت تصديرها لمنبج افضل من تصدير لبرا. الرسوم اجباري بدنا ندفع، يعني بالنسبه لنحن بالنسبه لاي منشره يعني بالنسبه لاي مصلحه اللي عم تنتشئ اجباري بدنا ندفع الرسوم، حتى مثلا مخالفات اوقات تندفع مثلا مخالفات للمناشر، ضرائب للمناشر، يعني اجباري هذا كله بده يندفع اجباري.